كتير. اكيد احسن بكتير الراديو من التلفزيون، بس لان اداه المذيع هو صوته بس، لكن التلفزيون الشكل والستايل واللبس والميك اب والحاجات دي. فبالعكس انا شايفه افضل بكتير الراديو، وتجربتي معاه يعني اثرت حياتي جامد جدا. استفاده طبعا كبيره، لان انا بقيت كمان اتعلمت ميكسر، وتعلمت ازاي اشغل بلاي ليست، ازاي حاجات كتير قوي مع بعض. هو تقريبا حياتي الاولى يعني، وبالاخص راديو 99 بتبقى عيلتي الثانيه، يعني مش هقدر اقول اولى طبعا، بس هي عيلتي الثانيه يعني، العيله اللي مش في البيت يعني هنا برضو اكني في البيت. هو انا دلوقتي بعمل ليل واخره، داخله على سنه ولسه مكملين فيه ان شاء الله، ويا رب ما يقفش. ليه بتقول كده؟ لا بص، هو انا كده كده انا بحس ان انا شخصيتي الطبيعيه طالعه في الليل واخره، فعلشان كده انا مش يعني مش مستنيه حاجه تانية، او مثلا مش في حاجه بفكر فيها، لا انا شايفه نفسي في ده كويس قوي، بحاول اطور فيه كل شويه.